الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تجعلنا في صفوف الأبرار من المقربين مع النبي المختار في أعلى جنات النعيم يا رب العالمين. وبعد، في لقاء جديد، اللقاء 39 في أسماء الله الحسنى، نقف على اسم الله الحافظ والحفيظ. وقبل أن نستطرد في الكلام، ما معنى حفظ الشيء؟ مراعاته والمحافظة عليه. طب والحفيظ هو الحافظ، لكن في تصاريف اللغة العربية الحفيظ على صيغة فعيل بمعنى فاعل يعني حافظ، يبقى فعيل حفيظ وحافظ فاعل. يعني إيه الحفيظ هنا؟ مبالغة في الحفظ وعدم النسيان. طيب، هل ورد هذا الاسم في القرآن الكريم؟ نعم، ورد هذين الاسمين في القرآن الكريم. اسم الله الحفيظ ورد في عدة آيات، منها في سورة هود قول ربنا سبحانه: إن ربي على كل شيء حفيظ. وفي سورة سبأ: وربك على كل شيء حفيظ. وفي غيره من الآيات. أما اسم الله الحافظ فقد ورد في سورة يوسف: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وورد في سورة الحجر بصيغة الجمع: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما معنى الحافظ والحفيظ في حق الله؟ الحفيظ سبحانه هو الذي يحفظ عباده من المهالك ويقيهم مصارع السوء. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم يا رب العالمين، ويقينا وإياكم مصارع السوء، ويحفظ على الخلق أعمالهم، ويحصي عليهم أقوالهم، ويعلم بنياتهم وما تكن صدورهم ولا تخفى عليه خافية. عندما نتأمل في رحاب الاسمين نجد أن الحفيظ له معنيان. الأول، معنى الأول حفيظ بمعنى عليم، فالله عز وجل لا ينسى، حفيظ لا ينسى، يحفظ على العباد ما عملوه من خير وشر وطاعة ومعصية، بحيث لا يفوته من ذلك مثقال ذرة. وحفظه لهذه الأعمال معناه الضبط والإحصاء للأعمال. سبحانه محيط بجميع أعمالنا الظاهرة والباطنة، وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ وسماه حفيظ. وعندنا كتاب حفيظ، ووكل بنا ملائكة حفظة كراما كاتبين وصفهم: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فما من شيء وما من حركة أو سكنة إلا وهي محفوظة عند الله سبحانه. قال عز وجل: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى. المعنى الثاني أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون. الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون. وحفظه لخلقه نوعين: النوع الأول حفظ عام، النوع الثاني حفظ خاص. الحفظ العام هو لجميع المخلوقات بتيسيره لهم أرزاقهم، بيشترك فيه البر والفاجر، الحيوانات كمان وغيرها، وبتيسيره تعالى ما يقيها ويحفظها وبما تهتدي بها إلى مصالحها. قال ربنا: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال تعالى: قل من يكلأكم يرعاكم ويحفظكم بالليل والنهار من الرحمن. قال تعالى: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله
تعالى الله عما يشركون. هو سبحانه حافظ السماوات والأرض أن تزولا، يحفظ الخلائق بنعمه، وقد وكل بالآدمي حفظه من الملائكة الكرام يحفظونه بأمر الله أو يدفعون عنه كل ما يضره. قال تعالى: له معقبات من بين يديه، من أمامه ومن خلفه. وطالما ذكر الاثنين دول يبقى ذكر كمان الجهات الايه الاربع او الجهات الست، يحفظونه من امر الله، يعني من الامام والخلف وعن يمين والشمال ومن فوق ومن تحت، يحفظونه من امر الله. هذا الحفظ العام لكل المخلوقات، سواء بقى انس او جن او طير او وحش، مسلم او غير مسلم، عاصي او مهتدي. النوع الثاني من الحفظ هو حفظ خاص لأوليائه، وهذا غير ما تقدم، يعني زيادة على ما تقدم. بيحفظهم عما يضر إيمانهم، بيحفظ عليهم دينهم، أو يزلزل يقينهم من الشبه أو الفتن أو الشهوات، يعافيهم ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية. يحفظهم من أعدائهم من الجن والإنس، ينصرهم عليهم ويدفع عنهم كيدهم. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. انظروا إلى وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يقول: احفظ الله يحفظك، يعني احفظ حدود الله، أوامر الله، ابتعد عن النواهي. حفظ يجعلك وقاف عند أوامره، مجتنبا لنواهيه، لا تتجاوز. فمن فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله في القرآن. قال تعالى في سورة قاف: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وفسر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها عشان يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم يحفظك، يعني يراعيك. من حفظ حدود الله وراع حقوقه حفظه الله، فإن الجزاء من جنس العمل. ربنا يقول: وأوفي بعهدي أوفي بعهدكم، فاذكروني أذكركم، هكذا ربنا قال. وحفظ الله لعبده بيدخل فيه نوعان، أحدهما حفظه له في مصالح دنياه، يحفظ بدنه، يحفظ في ولده، يحفظ في أهله، يحفظ في ماله. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله، من هنا زائدة بمعنى باء، بأمر الله، أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حرس ليلا ونهارا، يحفظونه من السوء بأمر مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. خلاص لما بيجي قدر ربنا. مجاهد قال: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، حشرات يعني، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له الملك: وراءك إلا شيء آذن الله فيه فيصيبه. سيدنا علي رضي الله عنه قال: مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خلّي بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة. كل واحد بيموت في وقته. طيب، ابن عمر يقول لنا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الدعوات لا في الصباح ولا في المساء. يقول إيه سيدنا النبي؟ اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني وفي دنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. الرواية عند أحمد وأبو داود والنسائي. والذي يحفظ الله في صغره وفي صباه يحفظه الله في كبره عند ضعف قوته، ويمتعه الله بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله. يذكرون أن محب الدين الطبري من العلماء المفسرين الذين كتبوا في التاريخ جاوز 100 سنة، وكان متمتعا بقوته وعقله، وثب يوما وثبة شديدة، فعوتب في ذلك: كيف تفعل هذا وإنت تجاوزت 100؟
تنكسر تنجرح. قال: هذه جوارح حفظناها من المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. عكس هذا، بعض السلف رأى شيخا يسأل الناس فقال: إن هذا ضعيف، ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره. ابن الجوزي يقول: قد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدري أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه. فانتبهوا أيها الشباب، خذوا من شبابكم لهرمكم، أكثروا من طاعة الله فيها. يقول بعض السلف: من اتقى الله فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه، والله غني عنه. وكذلك الحفظ، يحفظ الله سبحانه وتعالى العبد بصلاحه بعد موته في ذريته. وكلنا يقرأ السنة في سورة الكهف يوم الجمعة، ربنا يحكي يقول: وكان أبوهما صالحا، أنهما حفظا بصلاح أبيهما. فصلاح الأبي يحفظ الأبناء. سعيد بن المسيب قال لابنه: لا أزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. ثم تلا الآية: وكان أبوهما صالحا. سبحان الله، من عجيب حفظ الله لمن حفظه الله، لمن حفظ الله، أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى. في صحابي كان خادم لرسول الله اسمه سفينة، النبي اللي سماه سفينة لأنه كان في كل سفر يخلع رداءه ويفرشه ويجمع أغراضه وأغراض النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويشيلهم مرة واحدة. كان قويا، والنبي يقول له: احمل فإنك سفينة، احمل فإنك سفينة. بيحكي لنا قصة عجيبة، أنه ركب سفينة في البحر فتكسرت، وتعلق رضي الله عنه في لوح من الخشب من السفينة، فأخذ الألواح تدفعه حتى الأمواج تدفعه حتى وصل إلى الشاطئ سالما. فنظر حوله وجد نفسه في غابة كثيفة الأشجار، وسمع صوت رهيب مخيف. التفت فإذا أسد متوحش قادم عليه يريده أن يأكله، فلجأ إلى الله تعالى وأخذ يدعو، ونظر إلى الأسد في شجاعة وثقة، وقال: يا أبا الحارث، هذه كنية الأسد عند العرب، زي أبو يوسف كنيتي أو غيره من الناس تقول له أبو محمد يا أبو محمود بابنه، فالكنية التي تبدأ بأب أو أم. يا أبا الحارث، كنية الأسد عند العرب، أنا سفينة، يعرف نفسه، مولى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجت مجاهدا في سبيل الله. فلما سمع الأسد ذلك منه هدأ وطأطأ رأسه وأصبح مثل القط الوديع، ثم أقبل على سفينة يدفعه بمنكبه يزقه حتى أخرجه من الغابة كأنه يحرسه ويدله على الطريق. ثم التفت الأسد إلى سفينة رضي الله عنه وهمهم بصوت ضعيف كأنه يودعه: سبحانك سبحانك يا رب. على عكس هذا، بعض السلف يقول: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي، في خلق خادمي ودابتي. وبعضهم طبعا يعني يركب السيارة تحصل لها مشكلة يقول لك: أه يبقى أنا عملت ذنب. يروح البيت مثلا وأخلاق زوجتي يجي يتعامل معاها تعامله معاملة مش كويسة، يبقى هو عمل ذنب، فعليه أن يتوب من ذلك. النوع الثاني من الحفظ، حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، يحفظه من الشهوات المحرمة والشبهات المضلة، ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإيمان. وكلنا يحفظ في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان عند منامه يقول: إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وفي حديث آخر كان النبي بيعلمه للصحابة، وإن كان في سنده ضعف أخرجه ابن حبان، يقول: اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة، ولا تطمع في عدوا ولا حاسدا. في الجملة، الله عز وجل يحفظ المؤمن الحافظ لحدود دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ قد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارها له، كما قال في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ابن عباس في قول الله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه،
قال يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجر إلى النار، يبعده عن المعصية. وقال الحسن: وقد ذكر أهل المعاصي قال: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. لو لي قمة عند ربنا يبعده عن الذنوب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، اللهم أمين. طب إيه ثمار الإيمان باسم الله الجليل الحافظ والحفيظ لهذه السماوات السبع والأرضين؟ نعلم أنه هو الواحد سبحانه وتعالى، وأنه القدير على ذلك، وأنه برحمته يحفظ السماء أن تقع على الأرض، وجعل السماء سقفا محفوظا فلا نعرض عن آيات الله. الله سبحانه وتعالى أيضا بيحفظ أعمالنا فلا تضيع، ويوم القيامة يوافينا بها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال: وكل شيء أحصيناه كتابا. في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. والله سبحانه وتعالى أعلمنا أنه وكل بنا ملائكة، ما من شيء نفعله إلا ويكتبوه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. في زمان نحن بنصور فيديو الآن وبيكون معانا ديكيومنتس بنشلها، ممكن بعد 20 50 100 سنة بنشوفها. لا يسقط من الصحف شيئا عند الله. انظر بقى إلى ربنا، يقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فعلى العبد دائما أن يعيد حساباته، وأن يجدد التوبة والعودة إلى الله، حتى يزيل ما علق في الصحيفة من ذنوب ومن سيئات. أيضا لابد أن نعلم من ثمار الإيمان إن الله تعالى هو الذي يحفظ العبد من الشرور والآفات، ويحفظه من العقاب والعذاب. طيب إيه الحفظ الذي يؤدي إلى ذلك؟ أن نحفظ حدود الله ونجتنب محارمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، معك في كل مكان. أيضا المحفوظ هو ما حفظه الله سبحانه وتعالى، فإياك أن تضيع نفسك فيتركك الله لنفسك، تتركك الله لنفسك. وانظر كيف حفظ الله القرآن سبحانه وتعالى، حفظه فلم يبدل ولم يغير إلى يوم القيامة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فعلينا أن نحفظ أوامر الله حتى يحفظنا مثلما حفظ القرآن. كذلك الله هو الحافظ من كل أذى وسوء، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قالها يعقوب عليه السلام لما ضاع منه يوسف، وتذكر أن الفرقة حلت بينه وبين ابنه الحبيب، وأن فلذة كبده لا يدري هل يعود أم لا. قال بعض أهل العلم: فقد يعقوب عليه السلام ابنه يوسف عليه السلام أكثر من 20 سنة، فرده الذي هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أرحم بعباده من الأم بولدها. فما ينزل بالناس مكروه من مكروه هو واقع بهم من رب الرحيم، هو رحمة بالنسبة إليهم. قد يكون فيه وجع، لكن هو فيه عين الخير، عقيدة راسخة في قلوب أوليائه. مهما حدث فهو بتقدير الله الحكيم الذي رحمته سبقت غضبه. فعلينا أن نعي معنى اسم الله العظيم ونعيش به سبحانه وتعالى، فإن عشنا به ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا في أعمالنا في صحونا وفي منامنا، ولا يجعلنا من الغافلين، اللهم آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.